آسيوي ورقم البطولة أيضا هو قطري باسم البطل في ميسيون أوغوندي وهو 9 ثوان 91 جزء من الثانية. انطلاق السباق سباق المئة متر وتوسين أوغوندي بكل جدارة إلى المقدمة، لكن هناك صعود أيضا لهذا البطل البحريني. إذا الصعود قوي للبطل البحريني في الحارة الثامنة أندرو فيتشر، إذا أندرو فيتشر يتمكن من الدخول في المركز الأول ورقم قوي 10 ثوان 15 الجزء من الثانية. لكن المهم طبعا هو ضمان التأهل. توسين أوغوندي يتأهل مباشرة في المركز الثاني بتوقيت 10 ثوان 22 جزء من التالية، وحسن تافيسيان من إيران هو الآخر يتأهل في المركز الثالث. إذن هذا بالنسبة للتأهل المباشر. أيضا البطل جيرابونغ من أبرا والآخر يتأهل للدور نصف النهائي بالنسبة لسباق المئة متر.